فيما يتعلق بالقيام قيام الليل، الأمر كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما زاد على 11 ركعة، هذا فعله عليه الصلاة والسلام، ما زاد على 11 ركعة، وهذا يدل على أن هذا العدد هو الأفضل، ولكن بالصفة التي كان عليها صلوات الله وسلامه عليه من إطالة القراءة وإطالة القيام، ولم يحد عليه الصلاة والسلام لأمته عددا من الركعات لا يتجاوزونه في صلاة الليل، بل قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيتم الصبح فأوتروا بواحدة. والذي ثبت من فعله يدل على الأولى والأفضل، لكن لا يدل على تحديد عدد ركعات صلاة الليل بهذا العدد دون أن يزاد عليه. وإذا صلى المسلم في مسجد صلاة الليل صلاة التراويح مع الإمام فليحرص على أن يقوم معه إلى أن ينصرف، أن يقوم معه إلى أن ينصرف، لأن في عدد من المساجد استنادا للسنة ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، يخففون على الناس بزيادة الركعات، لأن زيادة الركعات فيه تخفيف، زيادة الركعات فيه تخفيف عندما يقرأ قدر معين من القرآن في ركعتين، ثم القدر نفسه يقرأ في 4 ركعات، هذا فيه تخفيف، لأنه إذا سجد وجلس حصل له في ذلك شيء من التخفيف، ولهذا هذه الزيادة فيها شيء من التخفيف. فإذا قام مع إمام وزاد على هذا العدد، فزيادته على هذا العدد لها أصل من قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، ومن يتابع الإمام ينبغي أن يقوم معه إلى أن ينصرف حتى يحصل الفضيلة التي جاءت في قول نبينا عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فيغنم ذلك ولا يفوت على نفسه هذه الفضيلة العظيمة، لأن إن خرج قبل أن ينصرف الإمام فوت ما جاء في هذا الحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وكان من علمائنا الأكابر ممن توفاهم الله سبحانه وتعالى من يرى أنه الأفضل أن لا يتجاوز هذا العدد 11 ركعة، لكنهم إذا حضروا المساجد يصلون حتى ينصرف الإمام، حتى ينصرف الإمام، ورأينا عددا من مشايخنا على ذلك، يرى أن الأفضل أن لا يزاد على 11 ركعة، يرى أن ذلك الأفضل، لكنه إذا صلى مع من يزيد ما يرى أن عمله بدعة أو أنه مخالف للسنة أو أنه أمر لا يجوز، لأن عنده أصل صحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية في قوله صلوات الله وسلامه عليه صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. فالحاصل أن المسلم يحرص على قيام الليل في رمضان في المساجد جماعة ويقوم مع إمامه حتى ينصرف. نعم.